صباح الخير للجميع. أعلن قبل قليل المجلس المحلي كسيفة عن إصابة شخصين من البلدة بمرض الكورونا. 1500 أكثر من 1500 شخص من هذه البلدة كانوا في الحجر الصحي بعد أن أصيبت طبيبة من بئر السبع بتعمل في عيادة كلاليت ألف في البلدة بمرض الكورونا، إلى جانب موظفة في هذه العيادة. للأسف الشديد الإعلان، هذا الإعلان يعني أصاب السكان هناك بحالة من الهلع والخوف. هناك أيضا مستشفى سوروكا أعلن عن وفاة أول مصاب بفيروس الكورونا في المنطقة الجنوبية، مسن في 93 من عمره من مدينة بئر السبع، وسيتم دفنه اليوم في حضور أهله فقط. جمعة مبارك.